يعطيكم العافية. طبعا هذا الفيديو راح يكون عن البيرنج قسم الحل. البيرنج راح نحل عليه ثلاث أمثلة. مثال من الكتاب، تمام، مثال إجا سنوات، ومثال ما أعطيكم إياه الدكتور لهذا الفصل. فأنا نحلهم وهيك نكون إحنا يعني منغطي الفكرة الوحيدة اللي نشرحت لكم بالبيرنج. طبعا question 1 راح يكون هو example 14-2 صفحة 575. نمط هذا الحل أو نمط هذا السؤال بيختلف عن السؤالين راح نحلهم كمان شوي. هاي السؤال بحكي لي compute the required basic dynamic load rating اللي هي C، حكينا عن هذا dynamic load. بحكي لي for a ball bearing to carry a radial load 650 pounds. إذا أنا شو البول اللي عفوا شو البير اللي عندي نوعه بول مش cylindrical. إذا bearing to carry a radial هو معطيني برضو radial load المطلوبة from a shaft. هذا الشافت هو طبعا البير بكون راكب على الشافت عم بيدور بسرعة 600 rotational speed 600 rpm. That is a part and a simple conveyor. طبعا هو الابليكيشن هذا conveyor اللي هو الشافت الconveyor راكب عليه. حلو. فإذا هو شو بده؟ The required basic dynamic load. من المعطيات اللي معطيني إياه وشو معطيني؟ أول إشي إحنا منحل على القانون التالي. هذا هو مفتاح الحل بيكون. مفتاح الحل بيكون القانون تاع L2 على L1 يساوي P1 على P2 تكعيب ولا 3.33؟ لا تكعيب. ليش؟ لأنه بول. لو سلندريكال نحكي 3.33 هون الكي اللي هي هذا كي، تمام. طبعا احنا بالكونسبتشوال بارت بالفيديو الماضي نقلت لكم القانون خطأ كان مكتوب، هو هذا القانون الصح اللي مكتوب. هسه احنا نعمل له يعني لما نحل نحكي انه هو ال دي على ال 10 اللي هي اللايف بيرسنتج اللايف اوف 10% ويساوي نفسها البي 1 اللي هي سي والبي 2 بي 2 تكيف، تمام. حلو، هذا القانون نحل عليه. هذا القانون تاع البول سكرو بول بيرنج. طيب هسه شو المعلوم عندي وشو المجهول عندي؟ هسه السي بده اياها فاذا هي معيش اياها. البي 2 معطيني اياها لي 650، المعطيه بتكون 650. ال 10 ما معي اياها صح. طيب بالال دي عفوا ال 10 هي بتكون معي طبعا، هي ثابته بالابل. هسه بنورجيكم انا نجيبها ولا ال دي معي. طيب خلينا وحده وحده نجيبهم. هسه ال 10 من وين بدي اجيبها؟ اذا هذا القانون الرئيسي. فال 10 من وين بدي اجيبها؟ من تيبل. لا ال 10 اللي هي طبعا ستاندرد هي بتكون هون. هو مفروض يحكي لي الريالابيليتي بس هو مش معطينا اياها. بما انه مش معطينا اياها معناته ال 10 احنا بنعرف انه هي مرتبطه بقسم الكونسبت اخذناه لما عملوا تجارب. ال 10 مرتبطه بال 10 اس 6 ريفوليوشن صح؟ انا هي معي اياها صارت خلص. من ال 10 انا عرفت 10 اس 6. حلو. طيب هسه يبقى عندي ايش بدي اجيب؟ ال دي صح؟ ال دي المفروض يكون معطيني اياها بس هو معطيني شيء بدل عليها. معطيني انه الشافت بدور ب 600 rpm. هسه ال دي في قانون الها اذا مش معطيني اياه مباشر. لما يكون معطيني rpm شوفوا اللي هي تايم فاكتور اوكي ضرب الروتيشنال سبيد ضرب عشان احولها لريفولوشن 60 مينت على اور. التايم فاكتور هذا بجيبه من تيبل 14.4. هاي بدور على الابلكيشن معطيني اياه حكالي كونفير. كونفير هيها لي الكتريك موتورز اندستريال بلاورز جنرال اندستريال ماشينز كونفيرز بيكون معطيني رينج للتايم فاكتور 20,000 الى 30,000. مين باخذ؟ باخذ اقصى شيء لانه هذا الشيء من مصلحتي انا بدي يكون عنده سيرفيس اكثر فدائما ناخذ العدد الاقصى انه هو الافضل الي يعني فبناخذها 30,000 ماشي. ف
فالتايم فاكتور هون هو 30 في 10 قوة 3 اللي هي 30,000. الروتيشن السبيد معطيني اياها اللي هي 600 ار بي ام ضرب 60 منت اللي هي عشان احولها لريفولوشن على اور، فبطلع معي كله يعني هيك ال دي تطلع معي كاملة 1.08 في 10 قوة 9 ريفولوشن. حلو، حصلت ال 10. ال 10 دائما بالريفولوشن 10 و 6 مرتبطة فيها، طبعا مرتبطة فيها يعني لما يكون عندي ريالابيليتي قديش حكينا امبارح 0.99%. طبعا هو مش ذكر لي هذا الشيء بالسؤال، لكن هو بقصد عنها قاعد. هسه الخطوة اللي بعديها عندي ال L، نرجع هون للسؤال. اذا عندي ال LD، عندي ال L10، عندي ال P2، بضل بدي ايش؟ ال C. فبنرجع منعوض بالقانون، صح؟ نرجع منعوض بالقانون. ال LD مين هي؟ طلعناها اللي هي 1.08 في 10 قوة 9. وال L10 مين؟ ال L10 اللي هي 10 أس 6 ويساوي السي اللي بدي اياها على البي 2. البي 2 قديش طلعت معي؟ هو معطينيها بالسؤال 650 باوند كله تكعيب. فلما نحلها على الآلة الحاسبة هاي بطلع معي انا السي، وهو الفاينل انسر اللي بده اياه 6. لا تقريبا هو بطلع معي هيك على الآلة الحاسبة 668906 اللي هو تقريبا بيساوي 6670 باوند. تمام، زي هيك اول يعني زي هيك ممكن يجي بالامتحان. هسه ممكن يضيف عليه اللي بده يغير يعطيني الريليابيليتي فاكتور، فالحل بيتغير. كيف الحل بيتغير؟ راح نورجيكم بالسؤال الثاني كيف الحل بيتغير، شو علاقه الريليابيليتي فاكتور بالمتغير اللي اسمه L10.